بدأ الوزير الأول المالي سوميلو بوبيه مايغا اليوم زيارة صداقة وعمل للمغرب. هذه الزيارة التي تمتد يومين ستعرف مناقشة السبل الكفيلة بتعزيز التعاون المثمر بين البلدين، وكذا قضايا السلم والأمن ومكافحة الإرهاب والتغير المناخي والهجرة غير الشرعية. هذا واستقبل رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي اليوم الوزير الأول المالي، حيث أجرى الطرفان مباحثات همت عدد من المواضيع.